صباح الخير يا يوتيوبر. النهارده انا موجود في الكرييتور دي، ده اهم ايفنت لليوتيوب في مصر. اليوتيوب بيجي مره كل سنه في مصر زي ما انتم شايفين، وانا في قناه اللي انا بديرها اسمها ام بي سي تي في، مسلسلات دراما كرتون بكار سعوديزي، كل الحاجات اللي مدينه الانتاج الاعلامي بتنتجها. وخدنا اول سيشن النهارده، عرفنا فيها الحاجات ديت الاسئله الشائعه، وبعد كده عرفنا ايه اخر التحديثات بتاعت اليوتيوب، وداخلين دلوقتي ان احنا سيشن ازاي اكبر المحتوى بتاعي وازاي انشر المحتوى بتاعي على اكتر من بلاتفورم مش يوتيوب بس. سيبكم ادخل بقى السيشن.